جولتنا المرورية اليومية، وطبعا هنبدأ مع حضراتكم من القاهرة، تحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية. شارع رمسيس حاليا بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كثافات نسبية عند الويلي والحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. تعالوا بقى مع بعض نروح لمحافظة الجيزة، تحديدا شارع الهرم اللي بيشهد حاليا كثافات مرورية والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات. في كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل، في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. يلا على محافظة الإسكندرية، هناك في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل مع حضراتكم جولتنا المرورية وهنروح دلوقتي أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة. الطريق بيشهد هناك سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق. كمان في فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 22، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 26، أقل درجة حرارة في كاترين وهي 15 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.